وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سانت بطرسبورغ الدكتور سمير أيوب خبير الشؤون الروسية. أهلا بك دكتور في هذه النشرة. بداية، لماذا تستمر موسكو في اتهام واشنطن بالتأثير إلكترونيا على سير الانتخابات الرئاسية في روسيا؟ وكيف يؤثر ذلك أولا على الداخل الروسي، ثانيا على العلاقات الدولية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم وعلى مشاهديكم الكرام. يعني روسيا لا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية على أساس فرضيات، وإنما هناك وقائع. يعني يبدو أن الغرب عبر حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استخدم العديد من الأساليب للتأثير على يعني آراء الشعب الروسي فيما يخص الانتخابات. يعني أولا حاولوا أو فرضوا عقوبات اقتصادية كبيرة ومتعددة على روسيا، لم تطال فقط القيادة الروسية والحكومة الروسية وإنما طالت مختلف أطياف الشعب الروسي. ثانيا حاولوا هزيمة روسيا عسكريا على الساحة الأوكرانية، لم يتمكنوا من ذلك. الآن بدأوا باستخدام أساليب أخرى، أولا أساليب الإرهاب، أي أن يعني هناك مجموعات تخريبية تحاول التسلل إلى الأراضي الروسية للضغط على المواطنين الروس وإرهابهم وتخويفهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع أو عبر المسيرات التي تضرب المدن والقرى الروسية. وهناك أسلحة أمريكية أيضا تستخدم في هذه الضربات. إذن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر وبشكل مباشر أيضا تحاول التأثير على الانتخابات بترهيب الشعب الروسي. هذه المحاولات لم تنجح حتى يعني بما فيها المحاولات الإرهابية. اليوم يحاولون استخدام المسائل الإلكترونية وصناديق الاقتراع الإلكترونية بهجمات سيبرانية. نعم، يعني صحيح روسيا لديها وثائق ولديها معلومات اليوم حصلت عليها بأن كل الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها صناديق الاقتراع هو مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية ومصدرها أوكرانيا. هل ستقدم موسكو الدليل وهذه الوثائق وستعلن عنه، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم اتهام أي طرف من الطرفين باستخدام السلاح الإلكتروني في التأثير على الانتخابات؟ يعني حتى ولو قدمت روسيا الدلائل وما يحدث الآن يعني من عمليات إرهابية هي عمليا دلائل. يعني لم نرى أي مسؤول أمريكي أو غربي يدين هذه العمليات ويدين حصولها في يوم الانتخابات. يعني هم عندما فشلوا من تجييش الشارع الروسي ضد النظام الرئيس بوتين أرادوا الآن الانتقام من الشعب الروسي. لذلك يعني مسألة الاعتداءات السيبرانية موجودة ويمكن أن تقدمها روسيا، وأنا متأكد من أنه لديها وثائق تثبت تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل ستقدم هذه الوثائق دكتور؟ بالتأكيد سوف تقدم، ولو أنها على ثقة من أنه لم يصدقها أحد. يعني ما يحدث عمليا على الأرض ومدعوما من الغرب هم أصبحوا جزء من المعركة ضد روسيا، لذلك يعني لا يمكن أن يدينوا أنفسهم، لكن يبقى لروسيا أن تقدم هذه الدلائل من أجل إدانة الولايات المتحدة الأمريكية وإدانة تدخلاتها في الشؤون الداخلية لروسيا، كما تدخلت في الشؤون الداخلية للعديد من دول العالم وكانت أيضا ترفض يعني وكانت تنفي ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بتقديري العديد من دول العالم والعديد من المنظمات العالمية والتي لديها مراقبين في روسيا سوف تصدق ما تقدمه روسيا، لأنها على أرض الواقع ترى أن كل أطياف الشعب الروسي بكل تعدداته هبت هبة واحدة إلى صناديق الاقتراع. يمكن أن تكون ليس محبة بالرئيس بوتين بقدر ما هو تحدي للمحاولات الخارجية التي تهدف إلى زعزعة الأمن الروسي وإلى تهديد الأمن القومي الروسي، وبشكل خاص تهديد روسيا ككيان كدولة عظمى لها تأثير على الساحة العالمية. كيف يؤثر كل ذلك دكتور على مسار الحرب في أوكرانيا؟ يعني يبدو أن الفشل على جبهات القتال في أوكرانيا انعكس على هذه الدول وبدأت يعني تظهر هذا الحقد ضد روسيا. عمليا روسيا على جبهة القتال في أوكرانيا
يعني قلبت الموازين لمصلحتها بعد فشل الهجوم الأوكراني. يعني نرى اليوم هناك تقدم للجيش الروسي وأن كان بطيئا بعد تحرير مدينة أفديفكا، لكن اليوم كل جبهات القتال لا نرى أي محاولات أوكرانية حتى للتقدم إلى الأمام. نعم. وإنما معظم يعني أهداف الجيش الأوكراني هو التصدي أو الدفاع أمام الهجوم الروسي. لذلك نرى أن هذه الهجمات حتى على روسيا الإرهابية ومحاولة منع الانتخابات تهدف أيضا إلى يعني منع روسيا من القيام بأي هجمات على الجبهات العسكرية بسبب المخاوف. نعم. من أن الجيش الأوكراني أصبح ضعيفا والإمدادات لا تكفي أوكرانيا، هذا يمكن أن تستغله وتستثمره روسيا عسكريا. نعم. وتحاول التقدم باتجاه إما خاركوف أو أوديسا أو بالاتجاهين معا. من سانت بطرسبرغ الدكتور سمير أيوب خبير الشؤون الروسية، شكرا جزيلا لك.